بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي العربي الهاشمي الأمين إمام المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية اسمحوا لي أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى كل وسائل الإعلام التي حضرت هذا المؤتمر أو هذا المؤتمر الصحفي، بحيث نستطيع أن نطرح به ما قامت به نقابة الصيادلة من مسؤولية اتجاه أشقائنا في سوريا. هذه النقابة الذي وقفت تاريخيا اتجاه قضاياها الوطنية والقومية بكل معاني الصدق والأمانة، والتي أخذت على عاتقها أن تكون دائما ودأبت أن تكون دائما وأبدا السباقة في الوقوف إلى جانب الأهل والأشقاء. هذه المحنة التي أصابت سوريا الشقيقة وتركيا الصديقة، لابد أن نستنهض الهمم كشعب أردني، كما عودتنا القيادة الهاشمية دائما أن نكون مع كافة إخواننا وأهلنا على ساحة الوطن العربي من المحيط إلى الخليج، وأن نقف الموقف الإنساني اتجاه كافة الدول، خاصة وأن نظرتنا دائما عودتنا قيادتنا أن تكون مواقفنا المواقف الإنسانية والمواقف الوطنية. واستجابة للتوجيهات الملكية السامية منذ اليوم الأول اتجاه ما ألم بأهلنا وأخواننا وأشقائنا في سوريا، قامت نقابة الصيادلة ومنذ اللحظة الأولى بتشكيل لجان فاعلة، وأعلنت حالة الطوارئ في نقابة الصيادلة لجمع كافة التبرعات العينية والنقدية. وقد استطاعت خلال هذه الفترة البسيطة ولغاية الآن من جمع أكثر من 3 مليون دولار تقريبا مساعدات لأهلنا وأشقائنا في سوريا، ونأمل خلال اليومين القادمين أن تتجاوز هذه المبالغ 4 مليون دولار. كل هذا يتم بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية، هذه الهيئة التي وقفت دائما موقف إنساني اتجاه كافة القضايا التي تلم بأمتنا العربية. نتعاون مع هذه الهيئة لأننا متأكدين بأنها ستصل إلى أصحاب الشأن، ومن خلال العلاقات الدبلوماسية التي تربطنا بكافة الدول وخاصة بسوريا الشقيقة. أنا سأتكلم يعني بالمجمل العام وبالقضايا العامة، أن النقابات المهنية كلها كمجمع نقابات عودنا دائما الوقوف إلى جانب الأهل والأشقاء، وعودنا مجمع النقابات أن يحمل دائما رسالة خيرة نابعة من الإيمان والمبادئ العظيمة التي تعودناها والتي أخذناها وتربينا عليها من أجدادنا منذ تأسيس الدولة الأردنية. وعلى هذا الأساس فإن النقابات المهنية ونقابة الصيادلة بدرجة خاصة دائما مواقفها تعبر عنها عمليا وليس نظريا. هذا ما أردت أن أتكلم به، وقد أفتح باب النقاش، لكن قبل ذلك أريد أن أشكر زملائي وإخواني في مجلس نقابة الصيادلة، لأنه أنا كنت بجوز مسافر لمدة أسبوع ولكن كنت على تواصل معهم، اللي قاموا بهذا الدور العظيم من نائب النقيب دكتور رفعت أبو صالح ورئيس اللجنة لجنة التبرعات الدكتور وصف النوافلة، دكتور أمين خالد، دكتور يوسف، دكتور عمر، كل أعضاء المجلس، دكتور صلاح، كل أعضاء المجلس، دكتور عبد الحميد أمين السر، الجميع حقيقة حتى لا أنسى أحد زملائي في أعضاء المجلس كانوا رافد لهم، زملاء لهم من أعضاء الهيئة العامة واللي ساعدوهم في تحصيل هذه المبالغ وهذه العينات لتقديمها لإخواننا وأشقائنا في سوريا. أنا بدي أعطي بس مجال، بعرفش
لزميلي نائب النقيب إذا بحب يحكي أي شيء، وبنفس الوقت لرئيس اللجنة الدكتور وصف النوافلي إذا بحب يحكي شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. إحنا كنقابة الصياد اللي تعودنا دائما نكون السباقين في كل أي خدمة إنسانية نقدمها، ومن نطاق الأدوية ومن نطاق النقدي، فدائما سوف نكون لكل قضايا الوطنية العربية، وإن شاء الله ما بنقصر. والأيام جاية توقعات زي ما حكى عطفة النقيب 4 مليون أو أكثر حتى إن شاء الله تعالى، فدائما موقفنا يكون إنسانية قومية أوروبية واحدة. تفضل دكتور وصولك. الله يعطيكم ألف عافية. أنا بدي أشكر سعادة النقيب وأكد على ما تفضل به. تبرعاتنا لغاية هاي اللحظة حوالي 3 مليون دولار، وإن شاء الله رح توصل حوالي 4 مليون دولار أو تتعدى ذلك. لكن لا أنسى أشكر جميع زملائي في أعضاء مجلس النقابة، وكذلك جميع الزملاء في الهيئة العامة للصيادلة الذين هبوا من اللحظة الأولى منذ أن بدأنا بهذه الحملة استجابة للتوجيهات الملكية السامية. فجميع الصيادين ما قصروا، والشكر الأكبر أيضا للزملاء الشركات الأدوية الأردنية، هذه الشركات التي عودتنا دائما على الاستجابة لكل القضايا الوطنية والقضايا القومية وجميع المستودعات الأدوية. نشكر كل من تبرع في هذه الحملة، ونعلن عن استمرار هذه الحملة بإذن الله، وشكرا. أنا بدي أؤكد على مرة ثانية على شكري وتقديري لكافة شركات ومستودعات الأردنية التي قامت بهذا الدعم الجزيل، ولعودتنا دائما أن تكون سباقة في مثل هذه القضايا حقيقة. وبنفس الوقت إحنا نتأمل ونستنهض همم كافة الشركات والمستودعات وزملائنا الصيادلة على المستوى الأفراد، أن نستنهض هممهم في تقديم هذا العون في هذه المرحلة للأشقاء في سوريا. نفتح باب الأسئلة، إذا كان هناك بعض الأسئلة نستطيع أن نجيب عليها. تفضل سيدي. جهودكم مبارك ويعطيكم العافية. السؤال بس إنه هل هناك طائرة إضافية طلعت وقافلة برية؟ هل كان من ضمن مجموعة التبرعات؟ من مجموعة نعم سيد. ما زلتوا في صدد التنسيق مع الهيئة الخيرية؟ ومجموعة التبرعات هل هو عيني ونقدي أم هو فقط؟ لقد حددت 3 مليون دولار. نعم 3 مليون 98% عيني صراحة. كل اللي وصلنا تم إرساله مباشرة إلى الهيئة الخيرية الهاشمية، والهيئة الخيرية الهاشمية أرسلت يعني قوافل، ومن ضمنها كانت نقابة الصيادلة حقيقة، ووضع عليها الاستيكر اللي يمثل نقابة الصيادلة دعم للشعب سوريا. طبعا اذا سمحت لي سعادتك، يعني كان بالتنسيق مع الهيئه الخيريه الهاشميه هي الاولويات، تنسيق الاولويات لحاجه الشعب في سوريا. فكان الكثير ايضا غير الادويه، هناك من حليب الاطفال، المستلزمات الطبيه خصوصا الاسعافات الاوليه، وهذه ما يحتاج لها الشعب السوري الان وفي اشد الحاجه لها، بالإضافة للتبرعات النقدية التي ستشكل لجان فيما بعد لشراء الأجهزة الطبية والمستلزمات الطبية اللازمة. تفضل. كان حاسب فرصة النقابة في إرسال معونات قادمة إلى تركيا لأشقاء السوريين داخل تركيا ولا فقط سوريا؟ لأشقاء السوريين داخل تركيا؟ نعم داخل تركيا. يعني احنا حقيقة يعني هي لسوريا للسوريين هسعياتك. احنا بالتنسيق الدبلوماسي ما بين الحكومة الأردنية وبين مع الهيئة الخيرية الهاشمية، وين الحاجة برسلوها. الأولويات نتعامل مع الأولويات حسب ما تراها الهيئة الخيرية الهاشمية. احنا اول شيء الله يعطيكم العافيه. الله يعافيك. جهودكم مباركه. احنا بنحكي الله يقويك.
بشكل عاجل طبعا. طب ليش خصصنا بس لسوريا؟ الأردن هي دعمت سوريا وتركيا، ليش خصصنا بس لسوريا؟ سيدي احنا في البداية حاليا يعني القضية هي مش قضية انه تفرقة، بالعكس هي تركيا دولة صديقة ونقدرها وهذا شيء طبيعي، بس اللي لاحظناه احنا يعني هذا اول اشي مش بايدنا، احنا كمؤسسة وطنية من مؤسسات المجتمع المدني ليس لنا هذيك العلاقات مع الدول كدول، لكن احنا نوجه هذه المساعدات كلها للهيئة الخيرية الهاشمية اللي تقوم بدورها. انا اذا بدك تقول لي رأيي على المستوى الشخصي، سوريا بحاجة، احنا نرى انه في كل وسائل الاعلام ان تركيا تأتيها المساعدات من كافة اقطار العالم، من امريكا وفي اوروبا وفي كذا، لكن سوريا محاصرة، وسوريا بغض النظر اللي في داخل النظام واللي على الحدود اللي شمال سوريا، وبالتالي يعني احنا لا نفرق بالشعب الواحد. الخيرية هي بترسل بس ما بترسل لتركيا ولا سوريا، بس انت يعني من خلال طلبك للهيئة بس لسوريا؟ احنا لسوريا، احنا طلبنا لأهلنا في سوريا، سواء كانوا في سوريا اللي النظام موجود فيها ولا لا هذا، احنا لا نفرق نقابة لأنه كلياتهم إخواننا وكلهم أهلنا والمصاب واحد. عملية ميزان، هناك داعمين حوالي 13 جهة فقط داعمين للشعب السوري، وهناك حوالي 45 جهة دولية داعمة لتركيا، فهي عملية ميزان وأولويات فقط، ولكن الإنسانية واحدة. تفضل يا احنا بعثنا في بعض الأدوية المخصصة اللي طلبت مننا بناء على طلب من الهيئة الخيرية الهاشمية انه الحاجات 1-2-3، لكن احنا جمعنا هذه الأدوية وبنفس الوقت جمعنا يعني ركزنا على القضايا اللي بحاجة لعملية الإسعافات الأولية والأدوية تعرف يعني الحملة ستستمر ما دام هناك في خيرين، والخيرين كثر بعون الله. تفضلي. انت بدك تسأل؟ تفضل احكي. بدي اضيف شغله بس بالنسبه لقصه القضايا النقديه، احنا النقد كله راح يكون في شقين بالنقد، جانب تبرعات الصياد لمختلف اضيافهم بالنقد، وعندنا احنا بالنقابه تاريخيا صندوق القضايا الانسانيه، هذا صندوق القضايا الانسانيه تدفع الزميل 5 دنانير سنوي وهو مستحدث للنقابه من فتره، راح ان شاء الله نناقش خلال الجلسه عن الجلسه اليوم ان شاء الله، راح نقطع جزء منه نقدي وان شاء الله راح يكون في لاي نواقص ما تلقينها بالشيء العيني راح نشتريها من الاردن من هون ونامنها بالاحتياجات اللي ما وصلت. أول شيء قبل ما نبدأ التسجيل، جيرت الله ترى ولا واحد بيطلع إلا بعد الغداء، الغداء راح يكون بعده مباشرة، هاي أول واحدة. إحنا بيشرفنا أول شيء يعني حضوركم، وبالتالي إنه بعد هذا بنقعد بس في صالة 5 دقائق عمين ما يجهزوا صالة الغداء، هاي واحدة للجميع يعني والكل الموجودين الله ونبي محيهم.